رفع السبابة من أجل هاتف قبل المسلمين في غزة. ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اسمع أخويا المصلي، لك تخدر راسك وكتمشي، هادو راهم خوتك اللي كتقتلو من أجلك أنت. راه مولاهم لا كتصوني في وسط المغرب. وقف مع خوتك ولا إله إلا الله، لا 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 إله إلا الله. هني يا حبيب الله، هني يا حبيب الله، والشاهد حبيب الله، والشاهد حبيب الله، والصهيوني عدو الله، يخرج اليوم أبناء الحي المحمدي تضامنا مع غزة، وكذلك نقف لكي نندد بالجريمة الشنعاء التي قام بها الكيان الصهيوني الغاصب باغتياله لرمز من رموز المقاومة، ليس لفلسطين فقط بل هو رمز للأمة الإسلامية وللأحرار في العالم. وندين ونشجب هذا الاستهداف السافر للشهيد القائد إسماعيل هنية، ونقول للكيان الصهيوني إن فقد قائد فهناك قادة كثر، وإن شاء الله عز وجل حركة حماس والمقاومة هي ولادة للقادة، فنسأل الله تعالى أن يتقبل شهيدنا القائد إسماعيل هنية. ونقول له إن المغاربة لا زالوا على عهد الصمود في وجه الاختراق الصهيوني، لن يسمحوا لهذه الجرثومة بأن تحتل بلادنا وبأن نضع أيدينا في أيدي القتلة والمجرمين من الصهاينة. نقول لأهل غزة ثبتكم الله، أيدكم الله، زادكم الله عزا ورفعا. أنتم تبذلون الأرواح والأموال وتبذلون الأبناء في سبيل تحرير فلسطين، ونحن لا نجد إلا هذه الحناجر فنبذلها معكم. ونقول لكم إن الشعب المغربي معكم حتى تتحرر فلسطين وتتحرر غزة وعاشت فلسطين حرة مستقلة. كلنا في دا في دا، كلنا في دا في دا، وغزة الصامدة، وغزة تقاوم، وغزة تقاوم، والأنظمة تساوم، الأنظمة تساوم، لا إله إلا الله، والشاهد حبيب الله، والشاهد حبيب الله. نرفع أكفنا بالدعاء إلى الله سبحانه وعز وجل أن يتقبل شهداءنا الأبرار الذين وفوا ما عليهم، ومنهم الشهيد القائد الرباني إسماعيل هنية. رأينا كيف شيع في الدوحة، كيف شيع في إيران، وأبناء الحي المحمدي يقومون بهذه الوقفة الرمزية تضامنا مع إخوانهم ووفاء بالعهد على نصرة غزة، وفاء للمقاومة ولإخواننا في غزة. نرفع أكف الدعاء إلى الله سبحانه عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.